فوق الجميع. وإلى أخبار الألعاب الأخرى، بيخوض فريق الأول لكرة الطائرة السيدات بالنادي الأهلي بقيادة الكابتن حمدي الصافي في الثامنة من مساء اليوم الجمعة، المباراة الختامية من المجمع البترولي الجزائري في ختام البطولة العربية 19 للأندية والمقامة بمجمع الصالات المغطى باستاد القاهرة الدولي. فوز الأهلي اليوم على بطل الجزائر يمنحه كأس البطولة التي يحمل لقبها بعدما حقق الفوز في 3 الجولات الأولى على فريق سبورتينج والصفاقسي التونسي وشباب 20 الصحافة السوداني بنتيجة 3 أشواط مقابل لا شيء. بيخوض الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي مباراته الثالثة في الدور قبل النهائي من مسابقة الدوري الممتاز أمام فريق الطيران في 6 من مساء اليوم الجمعة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. ويسعى الفريق بقيادة مديره الفني كابتن محمد مصلحي إلى مواصلة انتصاراته بالدور قبل النهائي بعدما حقق الفريق الفوز في المباراتين الماضيتين على حساب القناة وألعاب دمنهور بنفس النتيجة 3 أشواط أيضا مقابل لا شيء. ده كان آخر خبر معنا النهاردة، حتى ألقاكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.